وفي البحث نتاعي انا على الحصه اكتشفت حاجه فما نعرفهاش قبل. اسمك الحقيقي عمار بالحق؟ عمار عواز ترابلسي. عواز عمار ترابلسي. زوج اسامي علاش؟ والله الوالد الله يرحمه حب كيكه ما نعرفش فتتر هو عنده زوز اسامي يحبوه يجمعهم في اسم واحد. انت تفضل. انا والله هي تعرف كيفاش عواز وكيفاش كان سي ناصر كريم الله يذكره بالخير، انا نقول له حط الاسم هذا ويقول لي لا، قال لي حط عواز مش موجود تعرف به. قال لي هذا نحب انا الاسم هذا. قلت كيكه. انت ما عندكش حاجه تفضله ولا حاجه قولوا ما تحبهاش شوي عمار ولا لا؟ بالعكس عليه، نعرف ربي يعمر دارك ويعمر ديارنا وبالعكس نحبها برشا. بتاتر الناس اللي عندهم كومبلكس ولا حاجه يبدا ما نعرفش يعني يقول لك اسم قديم ولا ما لنا نقول اسلام اسم طفله ولا اسم ولي سيدي نامبورت كوا. هو فما زوز يمشي الزوز يمشي الزوز يعني ما هوش كومبلكس. ما انت نجم تقول اسمي مستعار. تعرف باش تستعار؟ تستعار كي تعمل خايب، كي تقدح في اعراض العباد، كي تعمل حاجه اللي ما تشرفكش وتشرفش عائلتك. اما انا فرحان باسمي، يرحم بابا وامي اللي سماوني، ربي يفضلهم وربي يرحمهم. باقي الكل ما عنديش عقد الحمد لله. باهي خلينا نبداو من جديد. جديد في نهائي كاس تونس سي عواز، برشا كلام بعد المقابله كذلك مش تحكيميا لكن صحيا. كوفيد 19 كان متفشي في الملعب بن جنات، كيفاش عشتوا المقابله؟ اسكو كان عندكم علم باصابه مجدي ترابي؟ كل ما نسمع اليوم يوميا نسمع بملاعبيه مترجي من المستير. طمن على حاله الحكام، حالتك انت كذلك كنت موجود في الملعب. اولا الحمد لله يعني الحكام ولا احنا ولا المرافقين الكل ولا المكونات المكتب الجامعي كانت موجودة، الناس كل حالتهم لباس. تعرف اللي أنا عملت يظهر لي كل عملت ترواز إكزاما يعني لي تيست، عملت تروافوا كل ما نجيبوا أربيترات باش نعملوا تيست كسوا في التورنوا صغيرة متاع ليك دو ولا متاع ستاج اللي عملناه، نعمل لي تيست الحمد لله. تيست رابيد هذاك ولا بي سي ار؟ لا لا عملنا بي سي ار وعملنا رابيد. الحمد لله ربي بقى علينا الستر، وبالمناسبة ربي بقي الستر على الناس كل وعلى خاصة لاعبي الترجي ولاعبي الفرق الأخرى اللي خاصة خويا وصديقي معين ربي يفرج عليهم. الناس الكل ما برشا حتى برشا برشا ما نجمش نسميهم. انا يعني ما شاء الله برشا ملاعبيه من باجا من رجيش حمام لمف عده لاعبين. هذه بون كريز مونديال، الواحد يستحفظ وربي يستر. كان عندكم علم قبل الماتش باللي صاب مجدي تراوي ولا؟ بون هذه تدخل اللجنه الطبيه، انا ما عندي حتى فكره على شيء هذايا. ما احنا الحكام نتاعنا قبل ما يمشيوا ديما عندنا لي تيست سواء في تربصات ولا قبل ما ندخلوا حتى في دوره البلاي اوف هذيك عملنا لهم يعني قبل ما يدخلوا حتى الاستاج عملنا لهم تيست للناس كل. بعد ما عنديش علم يعني هذا يخص لجنه طبيه. انت شخصيا سمعت ولا ما سمعتش؟ لا ما سمعتش. سمعتش والحمد لله انه لاباس الواحد الحمد لله. باهي خلينا نحكي عليك انت شويه، كيفاش دخلت القطاع نتاع التحكيم البدايه بنلوب الكل؟ والله انا كما تعرف اسيل ولايه بنزرت، كنت قريت برمي سيكل في بنزرت ودوزيام سيكل قريت في منزل بورقيبه، لعبت في النادي الرياضي البنزرتي فتره معينه، بعد لعبت في منزل بورقيبه في فتره معينه مع حمادي ورديان والعربي الزواوي ربي يطول في اعمارهم ويبقى عليهم الستر. بعداش قريت في جابس عام، رجعت لتونس بعد دخلت الميليتير. انا طرفه يعني كان تعرف كيفاش دخلت، كان الحاج علي ورديان الله يذكره بالخير وربي يعطيه الصحه كان شوفير نتاع الكار نتاعنا، احنا تلامذه نمشي ونقراو نبدو نكورو في الحومه واحد كي نطلعوا في الكار قال لي علاش ما تدخلش الاربيتراج انت كوارجي. وخو حمادي ورديان كان يريني فيه، هو اللي جابني للتحكيم. هذه البدايه نتاعي يعني. ندمت ولا نو؟ جامي علاش؟ رغم صعوبه الميدان ما عرفنا فيه برشا رجال، ممكن ما خذيناش فيه فلوس ولا حاجه، ما عرفنا فيه برشا رجال. التحكيم راهو فيه حاجه، ثم ناس اللي يخرج ولا يتغشش يسب القطاع ويقول كذا، بالعكس قطاع التحكيم يعلمك الكاريزما، يعلمك كيفاش تتعامل حتى في دارك مع اولادك، يعلمك الصبر، يعلمك
كيفاش تتعامل مع مجتمع كامل، مع اعلام جوارات، يعلمك يعطيك لحياتك، يعطيك برشا حاجات. مسيرتك كيف كحكم كيفاش تقيم؟ باهية متوسطه؟ حبيك كان تجكم اخير اقل متوسط كيفاش؟ بون الحاجه الباهيه في مسيرتي اني رغم يعني واحد تظلم، يسمى تظلم في مسيرته بتاتر هيك القدر وربي، ما حد ديما انا نمن بالمكتوب. مي مسيرتي انا راضي عليها برشا، اني حتى كي دخلت حكم دولي اول ماتش عملته دمي فينال شامبيونز ليغ، عملت الماتشات اللي نحبها الكل. بتاتر ثم شويه ظلم هكا اللي كاتب ظلم. مش كيفاش ظلم؟ يعني كنت النجم نمشي على الاقل كوب دي موند، ابسط حاجه. من شكون ظلم؟ لا مانيش نذكر الاشخاص، لاني انا الحاجه اللي تعديت ما نورمال. الاتحاد الدولي هو حد الحكام تاع المونديال ولا لا؟ مش ولا ما طلعوكش الليست معناها؟ لا لا مش الاتحاد الدولي هو. تعرف اللي ثم ليست ا وليست بي، انا موجود في الليست ا وديجا لي ماتش اليميناتوار، خاصه لي ماتش اليميناتوار في الكوب دافريك تشوف عامل 6 ماتشوات وعامل اليميناتوار كوب دي موند وما تمشيش حتى المسابقه، يعني ثم ظلم. باهي ما تحبش تسمي الاشخاص، نحترم. احكي لنا شنو صار ما غير ما تسمي الاشخاص، ما يصيرش. شنو صار يعني؟ هيك اللي كتبوا ربي. ما تحبش تحكي فيه الموضوع؟ لا ما نحكيش. انا مخو عهد على روحي انه الناس هذوما حتى كان ظلموني انا مسامح. والناس هذوما نحترمهم. علاش؟ مانيش خايف منهم، ما عندهم ما يعملوا لي. مي عيب حتى على في شخصك الانسان هذاك، خدم بتاتر عن غير قصد، بتاتر عن قصد، وهذاك اللي خلاني تويكا نحاول ما نظلم حد، وسيرتو كي نحس واحد مظلوم نكون معاه، لانه خاطر دعوه الظالم خايبه. مسؤول في التحكيم اللي تحكي عليه؟ لا لا، ما غير ما تجرني من الحديث الواحد اسلام، ما نجمش نقول لك حد شيء. انا نقول لك حاجه واحده، نقول لك الاربيتراج فيه حاجات باهيه برشا. انا قاعد لي كلبه الخايب الكل ننساه. انا في حتى في طبيعي في كاركتيري حتى غشي بيريوديك. مازال في الدومين تاع الكوره؟ ولا بعد؟ لا ما عادش مشى، ربي يعطيه الصحه وربي يبارك له هو وامثاله. تعرفت قبل سي عواز كحكم محاوله استماله هكا، باش ما نقولوش رشوه كلمه كبيره، استماله هكا سايبنا عاوننا؟ لا الاستماله لا، اخزر. انا ديما نقول للاربيترات، نقول لهم اللي الحكم راه يبني كيف باش تبني دار، بالحجره بالحجره، وسا ديبون انت والبنيه اللي باش تبنيها. تنجم تبني بنيه خايخه يجي نهار وتيح عليك، لكن كي تبدا تبني يلزمك تبني على التيران والبرة من التيران. بتاتر بحكم خدمتي، خاطر انا ميليتير الحق، ما ثماش كونتاكت كبير، ما ثماش باش ينجموا يعملوا عليك ضغوطات انه مش يرقيك ولا باش يزيدك في الشهريه ولا باش ينحيك من خدمتك، انك تزفر نهار لحد وفي الماتش غادي. يفهم مسيره التحكيمين نجم يقول لك بها مونديال مثلا نجم تتغلى به؟ يعني خلصت انا في برشا حاجات، انا قلت لك انا تظلمت باش ما عاودوش نرجع. صحيح ثم حاجات اللي مثلا الشخص اللي ظلمني انا قلت لك مسامحه. تظلمت خاطر ما حبيتش تمشي معاه الشخص هذايا في اللي حاب عليه؟ وي. معناها تعرفت قبل المحاوله نتاع استماله؟ الاستماله يعني هو خاطر يخدم في خدمه خدمه اليشيل كبير، ما ينجمش. مسؤول تونسي سابق في الفيفا؟ لا 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 مسؤول لا شيء. خاطر قلت لي يخدم اليشيل كبير. يعني قلت لك خاطر اخزر في التحكيم راهو تولي مويان ما نروم، تولي روت ما نروم، وانت اختار يا تمشي قد وتمشي عدل وتمشي مريقل ما على بالكش واللي كتبه لك ربي، تنجم تمشي في الطرق الملتويه ما عندك وين توصل زاد. خاطر اسمع مش نقول لك حاجه، لو اجتمع الانس والجن على ان يزيدوك شيء راهم يزيدوكش، ولا مش ينقصوا لك شيء راهم ينقصوا لكش. هذوما يلزم الانسان يكون فاهم اللي راهو ربي كتب لك حياتك الكل كاتبه، ما انت زاده اجتهد والباقي على ربي. تقريبا احصرت الشخص اللي تحكي عليه، وحتى الساده المستمعين اللي تبعوا عرفوا معناها شكون. كي تقول لي علي شيل انترناسيونال في وقتك انت فماش برشا، ما كانوش وقتها برشا. انتو كان مسيج ما تحبش تحكي فيه برشا الموضوع، مش تتجاوزوه. قلت قبل صرحت في حنابع وقتها انت وحكم كلمك يونس السلمي وقتها، قال لك فما رئيس جمعيه يشكر فيك.
الإسلام طاولين السلمي راني نحترمه، وكان كان يعني مديري، وملعيب اني تاو مش نجبدو ولا واحد، لا الكلام هذا ما نيش باش ندخل فيه وما نجبدوش. اي انت قلت قبل؟ ما قلتش، ما ثم قلت يمكن كنت في غيبوبه. كيف كيف بتكتم برشا ساعه ويش بس بس مش تعبني اليوم. لا لا ما تعبكش، ما احتراما للاشخاص واحتراما انا كيف ما نحبش واحد يرميني بالكلام الخايب، لازمني زاد انا نحترم روحي. وقلت لك يونس السلمي بندمت عليه الكلام اللي قلته هذاك، قولوه. اي لا هو راهو خسر، ما ندمتش انا، ما ندمش على حاجه قلتها، تحب ولا تكره ما ندمش على حاجه قلتها. اما وقت اللي انا نحترم الناس، اما وقت اللي يخرج واحد وقدامك وخدمت انا بار اكزومبل، خدمت البريود هذه الكل قاعد نخدم، نهارت لي يجي واحد في بقعتي ما نجيشو انا نقول له راهو بيك ولا عليك ولا كذا ولا كذا، خاطر فوزاتون دي تو راهو كل واحد عنده سلاحه، كل واحد عنده أسراره، كل واحد عنده حياته الخاصة، يلزم اللي داره بالنار ما يرميش العباد بالحجر. يعني وقت اللي يجيني واحد ويتكلم فيا قدامي، بالنسبة لي أنا جوري أجي ندافع على روحي، لكن ندافع بالحق، ما نتهموش ولا نقول له حاجة. أما وقت اللي إنسان ما مسنيش ولا نحترم. علاش علقت كما يقولوا صبات الزفارة؟ والله أنا مازال لي عامين في الكاريير متاعي. قلت لك وقت اللي يعود ما عندكش أوبجيكتيف، خاطر هو مش تزفر في تونس ما شاء الله، يعني أنا مزفر في تونس ما شاء الله، عندك أوبجيكتيف نيباتا المونديال، هو المونديال قاعد علاش؟ خاطر هو يزمك تشوازي لو مومون وقتاش تخرج. انا خرجت معزز مكرم، ما خرجتش خاطر كارير الاربيتر صعيبه، وكما قلت لك مش تبني سهل، مش تهدم سهل. ريت كلمه معك انت تحب السكوب، تحب تاخذ المعلومه، حقك كصحافي ومش تكون ناجح. الاربيتر يزمه زادة يستحفظ على كاريره، والاستحفاظ على الكارير تدخل فيها بلوزيور كريتير، وأكبر كريتير أخلاقك. خاطر إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لأنه يعني الإنسان إذا كان مشى في طريق خايبة حتى اللي مشيخه منك ومشي شيخ عليك ما يحترمكش.